هذا يسأل عن الكفارة في الجماع في نهار رمضان، تجب على الزوج فقط أم على الزوجة أيضا؟ نعم، الجماع في نهار رمضان للصائم محرم، وإذا فعله بطل صيامه وصيام الزوجة، صيام الاثنين يبطل، ويجب على كل واحد منهما قضاء هذا اليوم، ويجب عليهما كل واحد منهما الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل والمرأة، إلا إذا كانت المرأة مكرها، إذا أكرهها وجامعها بدون اختيارها ودون رضاها ليس عليها شيء، المكره ليس عليه شيء، أما إذا كانت غير مكرهة منقادة معه عليها الكفارة.